حلمه يدرس تخصصات متطورة بأسلوب جديد عشان ألاقي شغل بسهولة وفي أي مكان. نفسها تاخد شهادة جامعية معتمدة وهي في مكانها. ياريت بدل السفر والتعب والتكاليف. عايز يدرس وهو بيشتغل. لازم أطور من نفسي عشان مستقبلي، بس مفيش وقت. التلاتة دول وغيرهم كتير عندهم طموحات، بس بينهم وبينها مسافات. دلوقتي والأول مرة في مصر بقى في مكان بيقربهم من أحلامهم، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بتكنولوجيا التعليم عن بعد، اللي معاها هتقدر تدرس التخصص اللي بتتمناه في الوقت اللي يناسبك ومن أي مكان، وتاخد شهادة معتمدة علشان تبقى المحاضرة محاضرتك والجامعة جامعتك والوقت وقتك. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، تعليم يقرب المسافات.